السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة، بس طبعًا كالعادة قبل ما نتكلم عنها، أحب أوضح إن إحنا عرضنا منح وفرص كتيرة جدًا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح اللي تم عرضها، اتكلمنا عن منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدًا مختلفة، وكمان اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وعرضنا بعض المواقع اللي انت ممكن تقدر من خلالها تبحث عن فرص عمل، وكمان كنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شبه ممولة بالكامل، وتم الإعلان عن المقبولين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله هيكون موجود معانا فرص كتير جاية التقديم والقبول فيها يكون حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وكمان احب انوه ان روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وجميع روابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب، بالنسبة للفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة ممتازة جدا في دولة يعني معظم الناس بتحلم انها يعني تحصل على منحة او فرصة او هجرة ليها، فيعني دولة ممتازة جدا. خلونا بقى دلوقتي نتعرف على تفاصيل الفرصة. بيقول لي هي فرصة تدريب في كندا مقدمة من مؤسسة سي سي اي، يبقى الدولة كندا، وطبعا كندا لا غبار عليها، دولة معروفة جدا وناس كتير بتحلم بيها. اسم المنحة دي كيوريتوريال انترشيب بروجرام، تمام؟ ده عشان يبقى قدامك الاسم بالكامل، وبنقول على البرنامج كده اختصاره يعني زي سي سي اي. الدول المتاح ليها التقديم في الفرصة دي، جميع الدول المتاح ليها التقديم، اي دولة اوروبا افريقيا اسيا متاح ليها التقديم للفرصة دي. المرحلة الدراسية بيقول لي ان الفرصة دي متاحة للطلبة والخريجين واصحاب الدبلومات. ناس كتيرة جدا من الدبلومات بتسألني احنا عايزين فرص، عايزين نقدم، دي الفرصة بتاعت النهاردة متاحة ليكم. كمان الناس اللي بتدرس حاليا درجة ماجستير، بكالوريوس، دكتوراه تقدر تقدم، والناس اللي متخرجة كمان وما بتدرسش وبتشتغل دلوقتي برضه تقدر تقدم، يعني متاحة للجميع. مدة البرنامج ده بيقول لي البرنامج ده متاح لمدة 9 اشهر، تمام؟ البرنامج ده مدته 9 شهور. طبعا الناس اللي بتدرس هتقولي طيب احنا دلوقتي بندرس هنعمل ايه؟ طبعا انت بتحط قدامك يعني زي يعني انت بتحط الافضل بالنسبه لك، طبعا زي فرصه زي دي مش هتضيعها انت مثلا، فبالتالي انت بتحط الاولويات قدامك وبترتب امورك. لو الفرصه مثلا انت شايفها مناسبه من ناحيتك فانت بتقرر بقى، تمام؟ فدي حاجه بترجع يعني لازم الواحد يقدم تنازلات لحاجات ويعمل اولويات لحاجات تانيه. بالنسبه للتمويل، البرنامج ده بيوفر راتب شهري مقداره 2500 دولار كندي خلال فترة 9 أشهر، يعني أنت كل شهر هتاخد 2500 دولار لمدة 9 شهور اللي هي فترة البرنامج، وال 2500 دولار دول كندي هتاخدهم عشان تكفي مصاريف المعيشة بتاعتك ومصاريفك الشخصية، وكمان أنت ممكن تقدر يعني تتحكم في المبلغ كويس على حسب مصاريفك، تقدر ممكن تدخر منهم جزء معين يعني على حسب أنت بقى بتشوف أنت بتنظم المبلغ إزاي، ولكن طبعا مبلغ كبير، مبلغ محترم جدا ويكفي معاك وكمان يتبقى منه. شروط التقديم عشان اقدم للمنحه دي او الفرصه دي انا محتاج ايه؟ اول حاجه الطلاب والمهنيين والخريجين الذين ولدوا في او بعد يعني بعد 1989، تمام؟ بعد سنه 89. الناس اللي قبل كده يعني مثلا لو انت مواليد 85 87 ما ينفعش، لازم تكون مواليد بعد 89، تمام؟ مؤهلون للحصول على البرنامج ده. اللغات المستخدمة في البرنامج ده اللغة الإنجليزية والفرنسية، يعني أنت كمان هتقدر تتعامل في البرنامج ده باللغة الإنجليزية والفرنسية باللغة اللي أنت تعرفها، تمام؟ لأن طبعا كندا بتتكلم اللغتين. التخصصات بقى اللي أنت اللي هتلاقيها في المنحة دي أو الفرصة دي زي تخصصات الزراعة، زي الفنون، زي دراسات يعني دراسات الثقافية، زي مثلا السياسة، الكلام ده كله، يعني هتلاقي مثلا أمور خاصة شوية بالآداب أو الكلام ده كله اللي هي التخصصات الأدبية، تمام؟ يعني معظمها كده. وطبعا لو أنت من تخصص علمي زي هندسة وطب الكلام ده كله تقدر برضو تقدم على الفرصة، ولكن إحنا هنا بنوضح لك إن الفرصة دي هيكون فيها البرنامج عن التخصصات دي، يعني هتدرس فيه عن الحاجات دي، مش هيكون لها علاقة بطب ولا هندسة ولا كل الكلام ده، تمام؟ الأوراق المطلوبة بقى عشان تقدم أنت الفرصة دي، بيقول لك عشان تقدم للفرصة دي ممكن تقدم الأوراق باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، تمام؟ يعني ممكن تقدم الأوراق اللي إحنا نشرحها دي بطريقتين أو بلغتين، اللغة الإنجليزية والفرنسية على حسب ما أنت عايز. أول حاجة مطلوب منك تحليل نقدي من 750 إلى 1000 كلمة عن مشاريع مجمعة عن البرنامج أو أحداث أو معارض. طبعًا
اكيد انت مش فاهم يعني ايه الكلام ده. انا مش هتكلم دلوقتي عن الجزئيه دي، انا هتكلم عنها في الابليكيشن عشان لازم اشرحها لك شويه بشكل افضل عشان تقدر تفهمها، تمام؟ يبقى الجزء ده انا هشرحه قدام. مطلوب منك كمان المتطلب التاني سيره ذاتيه عنك، تمام؟ سي في بتاعك يعني. مطلوب منك طبعا تحط فيه كل حاجه، الخلفيه التعليميه ومثلا عندك خبره عمليه، بتحط كل البيانات دي في السي في بتاعك. مطلوب منك زي 2 خطابات توصيه اللي هي بنسميها هنا معلومات الاتصال، فبتحط معلومات اتصال لشخصين. طبعا المعلومات دي لازم تكون واضحه، تكتب العنوان بتاعه والايميل بتاعه، كل التفاصيل دي هنشرحها برضو في الابلكيشن. يبقى مطلوب منك تحليل نقدي سي في، مطلوب منك زي خطابات التوصيه او تحط 2 ريفرال، تمام؟ هنا اخر ميعاد للتقديم هو 28 فبراير 2020، تمام؟ وهيتم اعلان النتائج في اخر شهر ابريل 2020. طبعا اخر ميعاد للتقديم لسه بدري، ولكن من الافضل انك تقدم دلوقتي يعني عشان تكون فرصتك في القبول اكتر. وهنا هتلاقي ابلكيشن التقديم الخاص بالفرصه، وهنا هتلاقي الاعلان الرسمي بتاع الفرصه. خلينا نبص كده على الاعلان الرسمي سريعا. كل التفاصيل بتاعه الفرصه هتلاقيها في الصفحه دي، تمام؟ باللغه الانجليزيه طبعا. هنا بيكلمك نبذه عن البرنامج، بيقول لك اخر ميعاد للتقديم هو 28 فبراير 2020. هتلاقي هنا كمان الناس اللي اتولدت بعد 1990، تمام؟ يعني وال 2500 دولار كندي اللي انت هتاخدهم كل شهر. ففي حاجات كتيره جدا والتفاصيل كلها هتلاقيها موجوده هنا، تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى عايز اقدم للفرصه دي، ارجع تاني للتفاصيل بتاعتنا. هتلاقي هنا اللينك ده اللي هو قدم الان وابلاي ناو، هتيجي تضغط عليه عشان يفتح لك الابلكيشن. والابلكيشن بسيط زي ما هتشوفه، بسيط جدا. ده الابلكيشن، تمام؟ اول حاجه في الابلكيشن اول سيكشن مطلوب منك البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه، تكتب اسمك، تاريخ ميلادك، الجنسيه بتاعتك او الاقامه بتاعتك، اعلى درجه انت حصلت عليها دلوقتي، انت حصلت على درجه ايه، بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، المؤسسه اللي انت خدت منها، وسنه التخرج لو انت اتخرجت منها، تمام؟ طبعا الناس اللي بتدرس حاليا مثلا بكالوريوس وخدت الدرجه اللي كانت قبلها ثانويه عامه، يبقى تكتب هنا الثانويه العامه. لو الناس اللي بتدرس حاليا ماجستير ومثلا خلصت البكالوريوس، يبقى اخر درجه انت حصلت عليها البكالوريوس. فما تكتبش مثلا انك دلوقتي بتدرس ماجستير يبقى انت خدت درجه الماجستير، انت لسه ما اتخرجتش منها، يبقى تحط الدرجه اللي قبلها، تمام؟ تكتب هنا الايميل بتاعك، الهوم ادرس، عنوانك الحالي. هنا بقى بتحط الملفات اللي هم طالبينها، اللي هي ايه؟ اللي هي السي في بتاعك، تمام؟ والمقال النقدي. طب ايه المقال النقدي ده وازاي احنا بنقدر نعمله؟ المقال النقدي ده زي ما انا كنت قلت هنا ان هو بيكون عن مشاريع او احداث او معارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المؤسسه دي اللي اسمها كيوتوريا انترشيب بروجرام، المؤسسه دي هي بتنشر مواضيع، بتعمل ابحاث، يعني مهتميه بالمجالات الاجتماعيه، الاقتصاديه، بالزراعه، بالكلام ده كله. فانت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تاخد يعني مقال هم عملوه، او تبحث عن اي موضوع هم اتكلموا فيه وتعمل عليه تحليل. يعني تتكلم تحليل نقدي برايك انت، انت شايف ان الموضوع ده كان كويس ان هم اتكلموا عنه، ايه الايجابيات والسلبيات بتاعت الموضوع ده من وجهه نظرك. يعني التحليل النقدي معناه انك بتقول رايك، بتذكر الايجابيات والسلبيات، بتقول وجهه نظرك يعني عن البرنامج، وانهم مثلا كانت حاجه كويسه ان هم اتكلموا عن الموضوع ده. وهنا لو جينا رجعنا تاني ده الموقع الرسمي للمؤسسه. لما تيجي هنا في الاخر بص كده معايا، هتلاقي حاجه اسمها الاكسبكتيشن ريسيرش كوليكشن. فدي الحاجات اللي هم بيعملوها. يعني مثلا هنا لو جينا على الارتكلز، مثلا المواضيع اللي هم بيتكلموا عنها، هتلاقي هيظهر لك كذا موضوع المؤسسه دي اتكلمت عنها، او الايشوز القضايا اللي اتكلمت عنها، مواضيع كتير. فانت ممكن تخش على اي موضوع من دول. لما تيجي مثلا على الريسيرش، على الابحاث اللي هم بيعملوها، فهتيجي هنا مثلا بيقول لك احنا مثلا عملنا عن ماستر ستودنت مثلا، او عملنا عن حاجات معينه. فبتخش مثلا على كل حاجه من دول وبتقرا وبتعمل عليه تحليل نقدي، بتقول رايك على الموضوع، بتذكر الايجابيات والسلبيات، بتقول هل كان كويس مثلا ان هم اتكلموا عن الموضوع ده. يبقى انت ممكن تحصل على التفاصيل من خلال الجزء ده، انك بتخش على الابحاث مثلا او المواضيع اللي هم اتكلموا فيها او اي حاجه، وبتعمل تحليل نقدي. والتحليل النقدي ده لازم يكون ما بين زي ما كنا وضحنا هنا، اللي هو ما بين 750 ل 1000 كلمه، وتكتبه في شكل وورد طبعا او ملف بي دي اف، تمام؟ يبقى كده الموضوع واضح هنا. وطبعا تحط العنوان، تكتب عنوان المقال النقدي اللي انت عامله، يعني اتكلمت عن ايه في المقال النقدي ده، اي موضوع اخترته.
وهنا بتحط السي في بتاعك، وطبعا معروف حاجه بسيطه جدا. هنا بقى بتيجي الريفرنس اللي هم الناس المفروض يعملوا لك التوصيه، او الناس اللي ممكن لو المؤسسه حبت تتواصل معاهم فممكن تتواصل مع مين. فاول واحد انت هتكتب بياناته هنا، تكتب اسمه بالكامل، تكتب المؤسسه اللي هو شغال فيها، الوظيفه بالتحديد اللي هو شغال فيها، الايميل بتاعه، رقم التليفون، كل البيانات بتاعته والعنوان بتاعه بتكتبه، كل البيانات بتاعته بتكتبها هنا. التاني برضو نفس النظام، نفس البيانات، بتكتب العنوان، رقم التليفون، كل حاجه بتحطها هنا. وبعد لما بتخلص كل البيانات دي بيقول لك من الافضل انك تعمل يعني برينت فورم، يعني تطبع البيانات اللي انت كتبتها هنا عشان تخلي معاك نسخه. يعني انت كده تبعت لهم الابليكيشن، فانت من الافضل برضو انك تطبع نسخه تخليها معاك احتياطي. وبعد لما تعمل كل ده وخلاص، انت مثلا عايز نسخه، خلاص انت خدت النسخه دي، تيجي عند كلمه سبميت فورم وتضغط عليها. لما تضغط على كلمه سبميت فورم يبقى انت كده ارسلت النموذج بتاعك وقدمت للمنحه. انتوا متخيلين يا جماعه الفرصه بسيطه جدا، التقديم ليها بسيط جدا جدا جدا، يعني انت 10 دقايق بالكتير لو انت معاك لو انت عامل التحليل النقدي ومعاك السي في بتاعك، تملى كل البيانات في 10 دقايق وتضغط على كلمه سبميت فورم ويبقى انت كده قدمت للفرصه. فرصة عظيمة، فرصة ممتازة للناس اللي نفسها تسافر كندا، نفسها تاخد تدريب فيه، أو مثلا يعني تحصل على حاجة كويسة فيها. فيعني الفرصة دي بتأهلك للموضوع ده. طبعا في النهاية أحب أشكركم على متابعة هذه الفرصة، وأتمنى تكون مفيدة ليكم، وإن شاء الله بإذن الله موفقين ومقبولين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.